يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعمل نائبا للمدير، وعند تفقدي للعمل أجد تقصيرا من بعض العاملين. نعم. أعمل نائبا للمدير، وعند تفقدي للعمل أجد تقصيرا من بعض العاملين أو أنهم يخرجون أثناء العمل. سؤاله: هل عندما أخبر المدير بذلك يعتبر هذا من النميمة المحرمة؟ هذا من النصيحة، ما هو من النميمة. هذا من النصيحة، أنك تخبر المسؤول عن المقصرين والمتلاعبين بالعمل. نعم.